بلاد الخليل لا بد أن أؤكد على أن المملكة المغربية، بل أقول بيتي الأول للمغرب، لأن المغرب كانت ولا تزال الذراع الصغيرة، الذراع الكبيرة التي تنام عليها، على هذه الذراع القضية الفلسطينية، تجد بيتا لتبيت فيه كما الطفل يجد بيتا ليبيت فيه في بيت أبيه وأمه. هكذا بالنسبة لنا كفلسطينيين تبقى مملكة المغرب. وأنا أعرف أن فلسطين بالنسبة لكل مغربي هي قضيته التي لا يتنازل عنها، وأستطيع أن ألحظ ذلك من خلال ثقافة المغاربة بفلسطين، معرفتهم بتفاصيل هذه القضية، وهذا شيء نعتز به جميعا. سأحاول من خلال هذه المرور السريع أن أشير إلى بعض الأفكار. أتابع بالتأكيد كثير مما تنشرونه، وأعتز أن فلسطين لا تزال دائما بالنسبة للصحافة المغربية في الصفحات الأولى، إن لم تكن الخبر الرئيسي فهي ضمن الأخبار الثلاثة الأولى، وهذا شيء يعبر بالتأكيد عن مكانة فلسطين لدى الصحافة المغربية. وكما أشار الأستاذ رشيد، هذه علاقة قديمة ربما من بداية القضية الفلسطينية، وتعززت أواطرها في السنوات الأخيرة بالعلاقة بالمؤسسات الإعلامية المغربية مع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. في هذا السياق أود يعني أن أنقل لكم، جئت إلى هنا لأنقل لكم رسائل من زملائكم الصحفيين في فلسطين عموما وغزة خصوصا، أحاول أن أوصف لكم فيها حالهم، ويعني أنقل لكم بعض رسائلهم، ماذا يتوقعون من الصحافة المغربية في قادم الأيام. فشكرا لكم على الاستضافة. في الحقيقة سأبدأ يعني كلمتي بالإشارة إلى أن القضية الفلسطينية وصلت للأسف في السنوات الأخيرة إلى طريق مسدودة. كهذه الطريق المسدودة نستطيع أن نلحظ شواهدها ودلالاتها من استمرار اعتداء الاحتلال اليومي وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك، التهديد اليومي الذي يمارسه المستوطنين بحق أبنائنا وأهلنا في الضفة الغربية، الإمعان في الاستيطان وزيادة عدد المستوطنات وتقسيم الأرض وانتظامها في الضفة الذي طال أكثر من 50% من أراضي الضفة، استمرار حصار قطاع غزة الذي استمر لحوالي 18 عاماً، هذا الحصار الذي أدى إلى حالة إنسانية مأساوية جدا هناك، إضافة إلى الاعتداء المتكرر على الأسرى واستمرار سياسة الاعتقال بالعشرات. القضية الفلسطينية حتى 7 أكتوبر سجلت أكثر من 1,000,000 فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال منذ الاحتلال إلى الآن، وهذا رقم عندما نتكلم عن شعب عدد سكانه 5 أو 6 أو 7 مليون، فهذا رقم كبير جدا. كل هذه النقاط جعلت القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة. حاول الإعلام الغربي أن يصور لنا أن القضية الفلسطينية بدأت في يوم 7 أكتوبر، ولم يشر إلى كل هذه النقاط السابقة، رغم أن واحدة من هذه النقاط كفيلة بأن تحرك ثورة ضد الاحتلال الذي يمارس إجرامه بحق شعبنا الفلسطيني، فما بالك بهذه النقاط مجتمعة. في السنة الأخيرة أكثر من سنة وشهر مر على الهجوم النازي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أسفرت عن أكثر من 42,000 شهيد، عن أكثر من 10,000 مفقود، أكثر من 100,000 جريح، أكثر من 10,000 معتقل، حوالي 2,000,000 نازح. هذا كله غيض من فيض من إجرام الاحتلال. يضاف إلى ذلك تدمير كامل للبنية التحتية بنسبة تتجاوز 80% في عموم قطاع غزة. هذا التدمير طال المشافي، المدارس، المساجد،
مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مؤسسات الأونروا، كل شيء في غزة طاله هذا الدمار وبشكل متعمد للأسف. أحد الأشياء التي طالها هذا الدمار للأسف هو المؤسسات الصحفية التي دمرت بشكل كامل. وثقنا تدمير أكثر من 200 مؤسسة صحفية، وهي تقريبا معظم المؤسسات الصحفية في غزة. للأسف الكلمة الحق الفلسطيني آلمهم وتسبب للاحتلال بالكثير من الأضرار فيما يتعلق بصورة الاحتلال لدى العالم، وهذا ربما نأتي له في القسم الثاني من الكلمة للتأكيد على أهمية الرواية الفلسطينية في مواجهة الدعاية الإسرائيلية. لذلك كان هناك اعتداء مكثف، ولا أقول مجرد قتل للصحفيين، وإنما ما كان هو اعتداء متعمد ممنهج يطال الصحفيين، أدى إلى استشهاد أكثر من 200 زميل صحفي، يضاف إليهم عشرات الصحفيين الجرحى، تدمير لكامل البنية التحتية للصحافة، قطع طبعاً للاتصالات والإنترنت والكهرباء في عموم غزة، اعتقال أكثر من 30 زميل صحفي. هذا كله أدى للأسف إلى تضرر المنظومة الصحفية بشكل كبير جداً، فتقريباً لم يبقى شيء ليفعلوه. ثمن الصورة التي تصلكم من غزة أحياناً قد يكون حياة زميل صحفي يخاطر بروحه ليصل إلى نقطة يستطيع من خلالها أن يصور لكم الواقع الذي يحصل. فلا تستهينوا بهذه الصورة. وفي ظل سياسات المنصات الرقمية للأسف المنحازة بشكل كبير لصالح الاحتلال، يتم حذف أو تقييد وصول معظم المنصات الرقمية والصفحات والحسابات الفلسطينية بما في ذلك الصحف والمجلات والتلفزيونات وما إلى ذلك. هذا التقييد المتعمد يؤدي أو يريد منه الاحتلال إيقاف الرواية الفلسطينية في هذه النقطة وعدم انتشارها عبر الفضاء الرقمي أو وصولها إلى الجمهور حول العالم، في مخالفة واضحة لكل قوانين الدولية التي تنص على حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية نقل المعلومات. كل هذا يضرب به الاحتلال عرض الحائط. للأسف يشاركه في ذلك المنصات الرقمية وعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى بالذات الأمريكية وجزء من المؤسسات الإعلامية الأوروبية. هذا في الحقيقة يضعنا كصحفيين أمام واجب ومسؤولية كبيرة. فالرواية الفلسطينية التي يقتل الصحفيون ويستشهد من أجل أن ينقلوا لنا صورة تقف عندنا. والحقيقة أن واجبنا كمؤسسات صحفية عربية هو أن نستمر في نشر هذه القصص، نستمر في أن نكون صوتاً للرواية الفلسطينية لتنتشر من خلالنا إلى العالم في ظل توقف كبير في نقل الرواية من الصحافة الفلسطينية. أذكر أن أساتذتنا في الصحافة كانوا يقولون لنا عن تجربتي عندما قصفت إذاعة القاهرة في حرب 56 في العدوان الثلاثي، كيف خرج الصحافة من الإذاعة في معظم الدول العربية وكان صوتهم ذلك الصباح هنا القاهرة، في إشارة إلى أن صوت القاهرة رغم العدوان الثلاثي لن يتوقف، وهذا ما كان. وقال لي بعض الأصدقاء من أساتذتي أنهم سمعوا ذلك في إذاعة دمشق هنا القاهرة، وأعتقد أن هذه القصة يومها كانت في معظم الصحافة العربية في معظم الإذاعة العربية. الآن أعتقد أنه دورنا لنقول هنا غزة وهنا القدس. فالحالة التي وصلت لها الصحافة الفلسطينية اليوم حالة صعبة جدا، توجب علينا أخذ المزيد من بذل المزيد من الجهد، لأن الرواية الفلسطينية اليوم مهم جدا أن تصل، ولا يستقل أحد منكم بهذه الرواية. أنا أقول أن الرواية اليوم
تقدمت بشكل كبير وربما حققت انتصارات لم نكن نراها سابقا. اليوم الحمد لله نستطيع أن نرى أن الرواية الفلسطينية وصلت إلى أمريكا، إلى أوروبا، ونستطيع أن نلحظ ذلك من خلال الكثير من الشواهد، ممكن أن أسرد بعضها سريعا لنتأكد من أهمية الرواية في المعركة الحالية. أنا أعتقد أن معركة الإعلام في حرب اليوم في فلسطين لا تقل أهمية أبدا عن حرب العسكرية على الأرض، بل قد تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية في تحريك الشارع الأمريكي وتحريك صاحب القرار الأمريكي، لأنه كما نرى اليوم أمريكا لم تعد مجرد داعم لإسرائيل، بل للأسف باتت شريكا في قتل الفلسطينيين، وقدمت للاحتلال الأسلحة بشكل كبير جدا وغير مسبوق. تقرير أمريكي أشار إلى أن 70% من تكاليف الحرب الحالية دفع من قبل الحكومة الأمريكية، وحوالي 20% دفع من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا طبعا تكاليف الحرب للاحتلال طبعا نتحدث. ففي هذا في الحقيقة انحياز كبير للأمريكي، يتطلب منا أن نقدم الرواية التي بدأت بالوصول فعلا. ومن أدلة ذلك أولا أن نرى العشرات من المظاهرات تخرج في شوارع العالم. أمريكا، بريطانيا خرج فيها 800,000 في أحد التظاهرات في يوم أحد، إضافة إلى عشرات نقاط التظاهر اليومية. وفي هذا المكان في الحقيقة لابد أن أوجه الشكر للشعب المغربي. سمعت أمس من الزميل العزيز الدكتور البقالي أخبرني رقم في الحقيقة كان صادما لي، ولكن يعني شعرت فيه ومعه بالفخر، أن المملكة المغربية خرج فيها منذ 7 أكتوبر إلى الآن أكثر من 6,000 نقطة تظاهر، أي بما يعادل يعني 15 تظاهرة كل يوم. وقال لي شارك في هذه التظاهرات أعتقد حوالي 10 مليون إنسان. هذا في الحقيقة يعني أن المغرب كله يقف مع فلسطين، وهذا شيء نعتز به ونشكره من أحبابنا في المغرب. نضيف إلى ذلك من أدلة وشواهد أهمية وصول الرواية الحراك الجامعي الذي نراه في جامعات أمريكا وأوروبا في كل مكان. هذا الحراك الجامعي الذي ظن الأمريكان أن انتهاء العام الجامعي سينهي هذا الحراك، ثم ما لبث أن عدنا مرة ثانية مع بداية العام الجامعي ليبدأ الحراك بشكل أفضل مما كان. في أمريكا أيضا أعطيكم دليل مهم جدا على تطور الرواية الفلسطينية، جرى استبيان شارك فيه فقط الشباب الجامعي الأمريكي. الاستبيان استهدف الشباب من عمر 18 إلى عمر 24 سنة. نتيجة الاستبيان أن 52% من المستبيانين يرون أن حل قضية الشرق الأوسط هو ب، هل نعتقد مثلا يعني حلول جزئية؟ الحل الذي اعتقدوه 52%، أكثر من نصف الطلاب الأمريكان يروا أن حل قضية الشرق الأوسط هو بزوال الاحتلال. بالنسبة لهم بات الموضوع واضحا كما لم يكن من قبل. الدعاية الإسرائيلية للأسف في المرحلة السابقة كانت مسيطرة بشكل كبير على المينستريم ميديا حول العالم، وهذا كان يؤدي لصياغة الدعاية المليئة بالأكاذيب وللأسف مرورها عبر هذا الإعلام. اليوم رغم كل الجهد الذي تبذله هذه المؤسسات الإعلامية الكبرى لترويج المزيد من الأكاذيب، لا تستطيع المضي قدما، لأن أكاذيبها بدأت تسقط على اعتبار أن كل ما تقدمه ليس له أدلة ولا شواهد. خرجوا لنا في بداية هذه المعركة وتحدثوا أن المقاومة قطعت رؤوس الأطفال، وكرر ذلك الرئيس الأمريكي نفسه. بعد عدة أيام خرجت CNN واعتذرت عن هذا واعتبرته سقطة صحفية، لأنهم لم يتمكنوا إثبات ذلك ولن يتمكنوا لأنه ما كان. ثم في مشفى المعمداني خرجوا ليقولوا أن المقاومة هي التي قصفت المشفى، جاءت الصور بعد قليل لتثبت أن الصواريخ
خرجت من طائرة، وبالتأكيد عندما نتحدث عن طائرة فبالتأكيد هذه طائرة إسرائيلية. الكثير من الأكاذيب التي روجوها أن المقاومة شريكة في الاعتداء على النساء، ثم خرجت شقيقة الشاهدة الرئيسة اللي عرفت في الصحافة لاحقاً The Black Dress، خرجت وفندت ذلك وأبطلته وقالت أن هذا لم يكن، وأن كل ما في الموضوع هو أن صحفي أراد أن يؤلف وأبطلت كل الكذبات. اليوم الرواية الفلسطينية الحمد لله، وأقول أن الرواية الفلسطينية مجازاً، إنما هي روايتكم التي فلسطين جزء منها. هذه الرواية الحمد لله حققت تفاعلات هائلة جداً وتأثير كبير جداً، ونستطيع أن نرى أثر هذه التفاعلات أيضاً في الأثر القانوني الذي تركته من خلال التحركات في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات وغيرها. الأثر الذي تتركوه أنتم كصحفيون كبير جداً، وأنا أقول أن أكبر أثر تركته القضية الفلسطينية اليوم هو إعادة بناء الوعي. إعادة بناء الوعي بأن القضية الفلسطينية لم تنتهي، كانت على وشك أن تغلق ويغلق الملف وتنتهي القضية الفلسطينية للأبد. الحمد لله عادت القضية الفلسطينية رقما صعبا من جديد، وعادت لتبني الوعي لدى الأمة بأهمية الوقوف مع القضية الفلسطينية. فالدفاع عن فلسطين إنما هو دفاع عن قضايانا الوطنية أولا، فلا سمح الله سقوط فلسطين يعني أن الاحتلال سيتمادى في غيه وعدوانه كما يحصل اليوم في لبنان. نسأل الله أن يفرج عن غزة ولبنان وعموم أراضي المسلمين أجمعين. اليوم، وهذه رسالتي الأخيرة لكم، المطلوب منكم ليس فقط مجرد نقل الخبر، وخاصة في ظل أشار الأستاذ محمد سالم إلى التداعي الكبير في المنظومة الدولية وعجزها عن تقديم أي حلول لهذا الإجرام المستمر، هنا يظهر دورنا كصحفيين. وقبل أن أنتقل لتحديد الدور، لا أريد أن أكون متشائما، فنحن نقدم رواية بين الألم والأمل، نقدم الحقيقة التي يظهر فيها الصمود والبطولة والمقاومة والتحدي، ويظهر فيها للأسف جرائم الاحتلال التي تظهر على الناس. نحن نحاول أن نوازن بين الاثنين لأن كلاهما موجود، فمن يتعرضون للقتل في غزة هم بشر بالنهاية، وهؤلاء البشر للأسف قدموا كل هذه الدماء ومستعدون للمضي قدما في الكفاح والنضال من أجل هذه القضية العادلة، ولكن هنا يكون علينا دور أن نكون صوتا لهم. أنا أعتقد أننا كصحفيون حول العالم علينا واجب أخلاقي ومهني وإنساني قبل أن يكون واجبا فلسطينيا قوميا أو إسلاميا. الواجب الإنساني يحتم علينا أن نعمل على نقل صوت هؤلاء من خلال مجموعة من الأفكار. أولا أنسنة القضية، فالقضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا في تقديم هذه الحالة الإنسانية ونقلها إلى العالم. وهنا سألني أحد الصحفيين في مقابلة تلفزيونية من عدة أيام، من أين نأتي بالقصص الإنسانية؟ قلت له يا سيدي عندنا 40,000 شهيد وعشرة آلاف مفقود هم بحكم الشهداء، ومائة ألف جريح واثنين مليون نازح، وأكثر من 10,000 أسير، في مجموعهم هدول حوالي 2,300,000 هو عدد سكان قطاع غزة. فكل إنسان في قطاع غزة الآن هو حالة إنسانية متفردة، لا يجب أن نتعامل مع هذه الحالة على أنهم مجرد أرقام وانتهى الموضوع، أنهم 40,000 أو 42,000 وانتهى الموضوع. لكل واحد من هؤلاء أحبة وأهل وأصدقاء وجيران وزملاء، لكل واحد ليس قصة وإنما قصص، قصة مع عائلته، أو ربما قصص
قصة مع زملائه أو ربما قصص، قصة مع جيرانه أو ربما قصص. كل هذه القصص هي فرصة لننقل للعالم أن هؤلاء جزء من البشرية، ولا يجب أن يستمر السكوت عن قتلهم بانتظار الانتخابات الأمريكية. وربما من يدري، ربما يأتي القرار من البيت الأبيض بعد انتهاء الانتخابات أن أكملوا قتلكم، ولكن يستشيط غضباً عندما يسأل عن قتل الفلسطيني يصمت. ولاحظتم مورغان في أحد المقابلات التلفزيونية عندما قال له ضيفه لماذا لا تتضامن مع الفلسطينيين المقتولين، تذكرون ما قال له؟ قال هؤلاء ليسوا من العالم المتحضر. هم بالفعل كما صرح على ما أذكر وزير الدفاع الإسرائيلي في بداية المعركة في الأسبوع الأول عندما وصف الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأنهم حيوانات بشرية، هكذا هم ينظروا إلينا. وهذا ما يجب أن ننقله بشكل واضح لجماهيرنا ليعرفوا حجم إجرام هذا الاحتلال. ننقل الصورة الإنسانية وننقل لهم أيضا الحدث كما هو، نحن لا نريد أن نحول. المطلوب منا أن نتحلى بأعلى درجات المهنية ولكن ليس الحياد. فأنا لا أتوقع أن هارتس اليوم تقدم أي نموذج حيادي، فهي تقدم صحافة عبرية مسؤولة بالنسبة لها عن قضيتها، وكل واحد منا له قضية. ونحن كأصحاب قضية، وأنا لا أقول نحن أقصد الفلسطينيين ولكن أقصد نحن، لأننا نحن واحدة، ونحن كصحفيين عرب ومسلمين عندنا أيضا قضية، فلا يصح أن نقف فيها على الحياد. حيادنا فيها المطلوب فيها، إذا تكلمنا عن حياد فإنما نتكلم عن الحياد المهني، المهنية المطلوبة، ولا نطلب من أحد أن يؤلف أي قصص، لدينا ملايين القصص. لا نطلب من أحد أن يتضامن معنا بشكل خارج السياق، نحن نطلب فقط من الجسم الصحفي أن يسعى لنقل هذه الصورة وهذا الصوت. المغرب الحبيب لديه، وآخر نقطة أختم بها، لديه ميزة ليست موجودة عند آخرين، وهي أن الصحافة المغربية تنطق وتقدم محتوى بالفرنسية والإنجليزية، وبعض الصحف قالوا لي الإسبانية وأيضا الأمازيغية. أنا أتشرف بأنني اليوم في المغرب لأطلب من الصحافة المغربية ضرورة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية باللغات الأجنبية، لأن هذه اللغات مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. كما تحدثنا في المقدمة، العرب يعرفون القصة، المغاربة يعرفون القصة، المطلوب منا هو بذل المزيد من الجهد ليعرف هذه القصة الأوروبي حيثما كان، ويعرف هذه القصة الأمريكي وغيره. في ظل ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني هذا دوركم. أنا في الحقيقة يعني أردت أن أسمع منكم أكثر مما أتحدث، سأكتفي بهذا القدر، ولكن فقط أردت أن أنقل لكم صوت إخوانكم الصحفيين الفلسطينيين، وأحييكم على ما قدمتم. وكما نقول باللهجة الفلسطينية، العشم على قدر المحبة. نحن عندنا عشم كبير بأهلنا في المغرب لأننا نحبهم كثيرا، لذلك نطلب منهم المزيد، ونطلب من الصحافة المغربية بذل المزيد.